আমাদের জানার জন্য কারো সালাত বা জুমার সালাত বা ওদের থেকে যারা পালন করতে জ্ঞান নেয়
সাধক ব্যক্তির সালাতের প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ তার সালাতকে যখন গ্রহণ হয় না তখন সমান। সাথে বিষয়ে সশক্ত
ما الدليل على أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة؟ ها إذا بدأت تقول لنا فكيف تقول لنا في ذاتك؟ ما الدليل؟ الدليل قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام قال الله قال الدليل هو زين لا أعلى ولا أفضل زين هو دليل التقصير النية هو قصور والنية وصلى الله تعالى قال الله تعالى قال الله عليه وما نعتقد رسول فقدوه وما نعتقد عن فنقص الدليل دليل خاص بالصلاة النورانية ولا تلفظ بالنية في الصلاة خاص دليل خاص استشهد بيت المنبرازي دليل تأثير بالله صلاة আল্লাহর সামনে সালাতে নামাজ পড়ো ওয়া দখুলুল হারাম
استقبال القبلة بلاغا من استقبال القبلة استقبال الكعبة في كل الصلوات في الفرائض وفي النوافل وفي الحمر وفي السفر. أمري شكرا استقبال القبلة إلا فيها إلا فيها تاجرها وكان يقول لك دي جدي إلا فيها سنة فرصوك سنة فرصوك إلا أن النافلة بالسفر يصح أن تصلى حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. طيب نافلة أخرى نافلة مو صادق جولي غريب وطبعا سوري دارهم وطبعا سجل يوم تجيز سوري كيفاكي وطبعا تجيز الأسرة سيارة. نعم فتعالى عليك من يعيد بهذا الشروط؟ من يعيد لي هذا الشروط؟ اتفقنا انك تحفظ. نعم. لا أحد يتكلم. أنا أقول الإستا. قلنا ما أحد يتكلم. عيب. قلنا قلنا هذا البرامسي. قلنا قلنا شكل الإنسان يقول. لن يستطيع تكلم يقول أنا عارف. إذا قلنا تعيش الأول لا يقول له شيء. نعم. من؟ يا من؟ أقول الإستا. على الإسلام. التمييز يعني التفريق بين الأشياء والقلوب. الأكبر والأصغر أكبر من سيارة إيش أنت كده